It is so dangerous. الله يخرب بيت كآبة أمك. ليه بس يا ميجور؟ ما كل حاجة تمام والأمن مستتب، ها؟ والخونة اللي قتلوا أخواتنا الإنجليز أور براسرز اتحكم عليهم وتعدموا وخلصنا منهم. لسه في كتير فدائيين في كانال سويس إسماعيلية، وسلاح بيجي من مصر عامل انفجار كبير. يعني أنا ما يرضنيش يا ميجور، بس يعني أنا في إيدي إيه أعمله؟ أنت ذكي نطات وأعرف أكتر مني. الله يكرم أصلك يا ميجور، بس من غير بس نطات بيزنس محتاج ماني. خلاص عرفنا. ومقام سيدي الليبيني، أنت راجل عسلية يعني هوني. خلاص ما تقلقش، كل اللي أنت عايزه هعمله لك. إن شاء الله يكون القرد في بطن أمه. أنا عارف إحنا قد إيه أذيناكم، بس يعني ما كانش بخاطرنا. أنا لولا شهبندر كلمني ما كنتش استقبلتك في بيتي بعد الفضيحة اللي حصلت. وبعدين يا باشا، اللي حصل حصل، سافيني الولاد ما لهمش نصيب في بعض. أشكرك يا هانم على تفهمك الكامل. أؤمر يا هارون بيه. الحمد لله. من المعروف ان سعادتك يعني مساهمه بشكل كبير في موضوع هجره الشباب لاسرائيل، وانا وولادي الاثنين هناك وغابوا بقالوا فتره وعايز اطمن عليهم. دكار، هطمنك عليهم. الله يكرم اصلك. سلامي لسي صفوت. استاذن. فاكر يا حبيبي أول مرة شفتك فيها؟ كنت نازلة من القطر في باب الحديد، هربانة من أهلي، الدنيا زحام وأنا عاملة زي الفرخة المذبوحة اللي بتفرفر. حسيت إننا يوم القيامة والخلق ياما وأنا مش عارفة أروح فين. صحيح كنت غشيمة، بس قمر ولا هتنكر؟ ولاقي حد ماسكني من دراعي، قلت ده واحد من اهلي. ابص الاقي واحد شحط بيضحك ويقول لي انت تايه يا جميل. من غير بدري قمت نازله بالشبشب فوق دماغه، اتلم علي اصحابه عشان يضربوني، ما بقتش عارفه اعمل ايه. الاقيك قدامي، ربنا بعتك ليا، والاقي نبوتك. يسلم لي نبوتك نزل عليهم، تقولش سجيع السيما يا ناس، أسد، غضنفر، وحش. وأول معنية جت في عينيك، كلبش حبك في قلبي، أموت أنا في قلبي. اطمنت؟ عشان كده بعتلك. أنا مش بس اطمنت، أنا عندي إحساس إن نهاية الظلم والفجر والاحتلال خلاص قربت. يا رب. قولي ايه المطلوب؟ كل اقسام مصر فيها بلوكامين سلاح واسلحه كتيره لمكافحه الشغب والجريمه، وطبعا بتطلع بسركي وتدخل بسركي، وكل سنه بيبقى فيه نسبه هالك ومفقودات وخرده بتتكهن، والنسبه دي المفروض هنعدمها. هنطلع بدلها سلاح سليم، هتطلع في عربيات عند نقاط محدده نحددها سوا عند مخارج القاهره في طريق السويس والاسماعيليه. وهنا بقى يجي دوركم كظباط جيش ومدنيين وفدائيين، تستلموا مننا السلاح وتوصلوه للاخوه في الاسماعيليه والقلال. اسمك وسنك وعنوانك؟ ده مين متحقق معايا ليه؟ انا هنا بسالك عشان تجاوبي. اسمي ليلى، مصريه. وما دام انت مصريه قوي كده، ايه اللي جابك اسرائيل؟ كنت اتاكد من ان انا كنت عارفاه. ولا المصريين زرعوكي هنا في وسطينا عشان تبقي جاسوسه؟ اسأل موسى أخوي. بلاش تتكلم على موسى، خلي حسابه بعدين. إزاي واحدة يهودية زيك جاية تتعامل مع دولة معادية؟ أنا مصرية قبل ما أكون يهودية، ما اخترتش ديني بس اخترت بلدي. وبعدين مصر معادية لمين؟ لينا، إسرائيل اللي أنتوا بتبنوها على أرض مش بتاعتكم، بدم شباب وستات ورجالة. واضح إن هم عرفوا يغسلوا لك دماغي كويس وحطوا لك فيها أفكار.
احنا هنرجع لك عقلك. عايزك تقولي لي ازاي خدعتي اخوكي واتجسستي على زمالك في الكيبوتس. لو في حد بيخدع يبقى انتو، ولو في حد اتقتل يبقى انتو السبب. انت هتفضلي معانا لغايه ما تتكلمي. بيقول لك الملكه شخصيا اعصابها باظت من اللي اتعمل فيهم في القناه، ولسه سمعت ان العمال المصريين اللي شغالين هناك ناويين على اضراب. احنا لازم ندعو للاضراب ده، مش بس هناك وهنا كمان، وانواع التجار اللي بيدوا الاكل ل 80,000 انجليزي هناك لازم يمنعوا الخضار واللحوم والفواكه. يا علي بس كده هخسروا كتير. يا حسين الناس وطنيه، لو خيرتهم بين انهم يخسروا فلوسهم ولا وطنهم هيفضلوا الجوع ما يبيعوش حريتهم. ساعد صاحبك بره. طبعا اذنك يا ماما. يا سعد، سعد اتفضل من هنا. اتفضل يا سعد. مبروك يا حضره الضابط، مبروك. مبروك علينا وعلى مصر كلها. انا جاي بقى من النادي وجايب لكم خبر. انما ايه؟ خير يا سعد؟ عارفين مين اللي نازل انتخابات نادي الضباط على منصب الرئيس؟ مين؟ اللي هو محمد نجيب. ده كده تحدي الملك نفسه. الله على الاخبار. ما تفهمونا الموضوع يا حضره الضباط. اللي هو محمد نجيب بطل وطني، اتجرح 3 مرات في حرب فلسطين، وبعدين هو العدو الاول لحسين سري المتهم في قضيه الاسلحه الفاسده، ورجل السرايا في الجيش. ودي تبقى ضربه للسرايا نفسها، تحدي للملك نفسه. وبالطبع لازم كلنا نقف جنبه. على العموم يا جماعه، احنا بكره في الوحده هنفهم كل التفاصيل. انا حاسس ان نهايه الفاسد قربت.